استضيف مع موفى تلفزيون نهار إلى الولاية أحمد بطاف. أهلا بك أحمد. مساء الخير بلال، مساء الخير لأعزائنا المشاهدين، أهلا بكم إلى هذا البث المباشر الذي يأتيكم من بلدية الطاية ولاية سطيف لنقل بعض التفاصيل وحيثيات الموت الغامض للطفل العمري شاوي، والذي وجد ربما مشنوقا بإحدى المستودعات في ظروف غامضة. تأتي هذه الحالة ربما عقب العديد من الحالات التي أيضا توفيت في ظروف غامضة بسبب ربما المرجح وهو لعبة الحوت الأزرق أو ما تعرف بلعبة الموت. يحضر إلى جانبي السيد العمري شاوي، هو والد الطفل، من أجل ربما يحدثنا على تفاصيل أخيرة. أولا تعازينا الخالصة لكل عائلة وربما مصابكم بالجلال. أمين يا ربي. أولا سيدي، الكل يتساءل ربما على التفاصيل الأخيرة للمرحوم، يعني كيف اكتشفتوا أنه ربما كان مشنوق في ذلك المستودع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا باباه كنت كان هو يخدم، كان يخدم نهار الجمعة، توخر في الخدمة كيما تقولوا، قلقت عليه مشيت لحقت وين كيما نقولوا حنا وين نخدموا، صبت الحلثة، صبتها كيما هي. ربما السؤال اللي تبادر الإذهان هو، هل كان ظهرت عليه بعض التصرفات الغريبة مؤخرا؟ هل كان ربما مدمن لعب الهاتف أو هذه اللعبة؟ الهاتف من زمان يلعب الهاتف، مي لاباس، يعني التصرفات تاعو جد حسنة، التصرفات تاعو مليحة عادية، ربما ما فيهاش، ما كانش ربما منعزل عن العائلة، عن جو العائلة. ما كانش إنسان باش وش إنسان يضحك يهرب، ما عنده حتى، ما كان حتى حاجة يعني اللي ظهرت عليه هكذا نقولوا حاجة هكذا اللي ظهرت عليه، ما كانش. ربما سيدي قبل قليل قبل المباشر قلت لي ربما اكتشفت بعض الكدمات أو بعض الآثار في جسمه، احكي لي ربما تفاصيل. مدة شهرين اكتشفته في ذراع تاعو اليمن. كوي روحه. كوي روحه حوالي 3 خطرات أو 4 خطرات، ما شفتش بالضبط. لكن التصرف تاعو كان عادي. عادي جدا، عادي جدا، التصرف تاعو عادي جدا. ربما السؤال ربما الاخير حتى ما نكثروش عليك سيدي، ما يخص اللحظات الاخيره اللي قبل ربما ما يختفي وتكتشفوا ربما الحاله تاعو، يعني كيفاش كان ربما كان عنده كلام مع الوالده تاعو؟ كان عادي جدا، عادي جدا كما كان في البيت، عادي جدا، ما عنده حتى تصرفات كذا ولا كذا ولا، عادي جدا. بعد فجأة إنا لله وإنا إليه راجعون. ربما زميلي بلال، من أجل التذكير فقط، فإن جنازة الطفل ستكون بعد صلاة العصر اليوم، لأن الجثة حسب الوالد دائما تتواجد في مستشفى العلماء. هذا ربما من أجل الذين يريدون ربما حضور تشييع الفقيد. شكرا جزيلا لك أحمد بوطاف من ولاية سطيف، شكرا جزيلا لك، مثل ما قال أحمد بوطاف موفى تلفزيون نهار.